السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، اليوم إن شاء الله هندخل مع بعض في وحدة جديدة من الصف العاشر، وحدة مهمة كثير كثير هتفيدكم في الصف 11 و12، وهي الكيمياء العضوية. قبل ما نبدأ يا جماعة، لما أقول عضوية إيش يعني كلمة عضوية؟ هاي الكيمياء العضوية يا جماعة، بنعرف الكيمياء العضوية هو العلم اللي بيختص بدراسة مركبات إيش عنصر الكربون، بقول التي تعد إيش عددها ملايين المركبات، ملايين المركبات الموجودة عندي، وتعد بعض هذه المركبات أساسا في تكوين أنسجة الكائنات الحية، عشان هيك سموها الكيمياء العضوية. كما يمكن تحضير المركبات العضوية صناعيا في المختبرات أو المنشآت إيش الصناعية. طبعا عنصر الكربون هناخد ايش خصائصه. يرتبط عنصر الكربون في المركبات العضوية الأخرى بعناصر أخرى، أبرزها زي الهيدروجين، أكسجين، نيتروجين، كبريت، فوسفور، وهذه كتير كتير مهمة لما يرتبطوا مع بعض، ولها استخدامات كتير في حياتنا اليومية زي الغذاء، الدواء، المنظفات، البلاستيك وهكذا. طب ما السبب إنه كثرة مركبات العضوية؟ ما أشرع علاتها؟ ما أهم استخداماتها؟ هذا اللي حنجاوبه عندي. لاحظوا عندي سكر المائدة، السكر اللي عندي في البيت، هاي فيه كربون، لو قلنا الكربون بيرتبط بهيدروجين وأكسجين، هاي هذا الاستراكشر الكامل للسكر الموجود عندي في البيت. أيضا تعال شوف واحد مكونات زيت الزيتون، الأوليك أسيد، هاي كربون، هيدروجين وأكسجين، هذا الأوليك أسيد، التفلون كربون وفلور، البروتين بتلاقي كربون، هيدروجين، أكسجين، نيتروجين، الدي إن إيه اللي درستوه في الأحياء والبروتين درستوه في الأحياء، هذه كلها عبارة عن مركبات إيش عضوية، بكون الكربون أحد عناصرها، فبيربط مع إيش هيدروجين نيتروجين زي ما أخذنا هنا. خلينا نبدأ في أول فصل، حاجة بسموها الهيدروكربونات، وهو أساس علم الكيمياء العضوية، حاجة بسموها الهيدروكربونات. الهيدروكربونات تدخل في كثير من الاستخدامات كغاز الطهي، أكياس الخضروات، ألياف المنسوجات وغيرهم من الاستخدامات. إيش هي الهيدروكربونات؟ إيش مصادرها؟ قبل ما أبدأ بالهيدروكربونات، خلينا نتعرف على بعض من خصائص إيش الكربون. هاي عنصر الكربون يا جماعة، لو نيجي نطلع على الجدول الدوري بلاقي الكربون هذا هو. فأي دورة يا جماعة موجود، هاي دائما الدورة بتبدأ من اليسار إلى اليمين، هيك الدورة الأولى، الدورة الثانية، ها بلاحظ الكربون في الدورة الثانية، وبالمجموعة بشكل رأسي في أي مجموعة بلاقيها الرابعة. إذن يقع عنصر الكربون في الجدول الدوري في الدورة الثانية، والمجموعة إيش؟ الرابعة. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون، بما إنه الكربون عدده الذري 6، أو بقى هنا عرفت 2 و4، بقول في المدار الأول فيه إلكترونين، المدار الثاني فيه 4، اجمع الاثنين والأربعة بيطلع عدد البروتونات اللي هو نفسه الإلكترونات، العدد الذري بيطلع إيش؟ 6 إلكترونات. هل يعد الكربون فلز أم لا فلز أم شبه فلز؟ فهو الكربون لا فلز. المجموعة الرابعة في الجدول الدوري بلاقي فيها لا فلز، أشباه فلزات وفلزات. ما الصيغة الجزيئية للمركب الناتج من ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين؟ أنا بلاحظ الهيدروجين هيو عنده إلكترون واحد تكافؤ، يعني لما تيجي ترسم شكل لويس اللي تعلمتوه في الصف التاسع اتش وجنبه نقطة واحدة. طيب ما الصيغة الجزيئية للمركب الناتج من ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين؟ الكربون في المدار الأخيرة كم إلكترون؟ قلنا فيه 2 4، في عنده 4، وبالتالي عشان يصل للاستقرار بده 4 ذرات إيش هيدروجين، يعني حيشارك بأربع إيش إلكترونات من الهيدروجين، وبالتالي حتصير صيغته CH4. ما نوع الرابطة بين ذرة الكربون والهيدروجين يا جماعة؟ بأنه الكربون قلنا لا فلز والهيدروجين لا فلز، نوع الرابطة بينهما بتكون ايش؟ اللافلز مع اللافلز، وخدتوه في الصف التاسع بتوسع، رابطة تساهمية أو تشاركية. هاي الصيغة يا جماعة اللي عندي CH4، وهو أبسط الهيدروكربونات، ليش سموها هيدروكربونات؟ لأنه بتكون من هيدروجين وكربون فقط، كل المركبات بتكون من كربون وهيدروجين تسمى هيدروكربونات. إذا بستنتج إنه الهيدروكربونات هي مركبات عضوية. ليش عضوية؟ لأنه فيها الكربون، تحتوي فقط على عنصري الكربون والهيدروجين. هذه الـ CH4 يا جماعة بسميها الصيغة الجزيئية، الصيغة الجزيئية، لكن الصيغ اللي عندي هان يا جماعة هي من على اليسار بسميها الصيغ البنائية للميثان. إيش الفرق بين الصيغة الجزيئية والبنائية؟
الصيغة الجزيئية بس بتبين لي عدد الذرات ونوع كل عنصر مرتبط، يعني هان هيدروجين كربون، ذرة كربون 4 ذرات هيدروجين بس. لكن تعال للصيغة البنائية بتوضح ليش، بتوضح الهيدروجين صح نوع وعدد الذرات صحيح زي الصيغة الجزيئية، لكن بتبين ايش الاتجاه الفراغي وطريقة الترابط ما بين الذرات المركزية والذرة ايش الطرفية اللي عند الذرات ايش الطرفية، يعني بتبين ليش الروابط اللي عنده الاتجاه الفراغي للمركب. هاي الفرق يا جماعة ما بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية. الكربون يا جماعة له قدرة إنه يكون سلاسل مفتوحة، هذا بسميها سلسلة مفتوحة اللي عندي، لما يرتبط مع ذرات كربون أخرى، هاي ذرة كربون كربون كربون، هذا الأزرق هيدروجين هيدروجين، هذا بسميها سلسلة كربونية مفتوحة غير متفرعة. لكن هذه كربونية وفيها تفرع، هاي التفرع اللي جاب اللون الأحمر. هذه يا جماعة حلقية، هاي الكربون جاء على شكل حلقة وهنا إيش فيه تفرع، عشان هيك هذا أنواع السلاسل التي يكونها عنصر إيش الكربون. هاي نشوف ثاني يا جماعة، هاي الكربون زي الميثان كل الروابط كانت فيها تساهمية أحادية، لكن هان بلاقي فيه تساهمية ثنائية، هنا ثنائية هنا ثلاثية، وحناخدهم كلهم بإيش بتوسع، حناخدهم بتوسع. معنى هذا الفصل فقط الروابط الأحادية والثنائية، في صف 11 التوسع هتاخد الأحادي والثنائي والثلاثي، والسايكل وكمان السلاسل الحلقية برضه هتاخدوها في صف 11 و12 بتوسع. ليش يا جماعة الكربون أو كثرة مركبات الكربون بتشتر، أو إنه القدرة إنه يكون روابط أحادية وثنائية وسلاسل كربونية مفتوحة ومغلقة ومتفرعة؟ إيش السبب؟ لأنه إيش يا جماعة؟ صغير الحجم، صغير الحجم. يمكن تتميز ذرة الكربون بخصوصية فريدة وهي قدرتها على ارتباط بذرات كربون أخرى مكونتان اللي حكيناه كله، سلاسل مفتوحة متفرعة وغير متفرعة وحلقات. إيش السبب؟ لصغر حجمها. أيضا له القدرة أنه يكون قلنا روابط تساهمية أحادية وثنائية وثلاثية. هاي بقول لي تأمل الصيغة البنائية للمركب في الشكل المجاور واكتب صيغته الجزيئية. تعال احسب كم ذرة كربون عندي، اللون الأزرق الغامق هذا واللون الرمادي الجري كلر هذا اللي عندي هو بيكون ذرة الكربون المركزية زي ما شفنا. هاي ذرة 2 3 4 5 6 7، يبقى هاي عندي سي 7، بكتب سي 7. ضبطش قديش هاي 3 و2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، يبقى عندي في 16 ايش اتش، يبقى بتطلع الصيغة الجزيئية سي 7 اتش ايش 16. اذا ما هو مفهوم الهيدروكربونات؟ اطلع الشكل اللي عندي يا جماعة، طلعوا الشكل اللي عندي، هاي بلاقي سي 7 اتش 16 اللي تو حكيناه أحد مكونات بنزين السيارات، سي 19 اتش 40 أحد مكونات زيوت التشحيم، سي 3 اتش 8 أحد مكونات غاز الطبخ اللي عند البروبان. إذا بقول ما العناصر الكيميائية المكونة للمركبات الظاهرة في الشكل؟ كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين. ما الاسم الذي يطلق على مثل هذه المركبات؟ بلاقيه اسم يا جماعة إيش؟ اللي هو مفهوم الهيدروكربونات. إذا نيجي نعرفه التعريف مهم كثير. الهيدروكربونات هي مركبات عضوية تحتوي فقط على عنصري الكربون والهيدروجين. واللي تعد الهيدروكربونات مصدرا رئيسيا للحصول على الطاقة، وأساسا تشتق منها إيش مركبات عضوية إيش أخرى. تعالي نحل مع بعض هذا السؤال. هاي أي من المركبات التي يعد من الهيدروكربونات؟ نبدأ بـ CH3OH. إحنا قلنا الهيدروكربونات مركبات فقط تحتوي من اسمها هيدرو هيدروجين وكربونات كربون. أنا بلاحظ فيه كربون هيدروجين أكسجين هيدروجين، ليست من الهيدروكربونات. ليش؟ لأنه فيه أكسجين. طب CH4 هيدروكربونات ممتازين. ليش؟ لأنه بس فقط فيه كربون وهيدروجين. طب C3H8 بلاحظ فقط كربون وهيدروجين، إذا من الهيدروكربونات. طب ال HCl فيش سي، لكن هنا السي ال كلها كلور، إذا بقول هذا ليس من الهيدروكربونات لأنه لا يتكون من كربون وهيدروجين، فقط عنده هيدروجين لكن فيش كربون، إذا لا يعتبر من الهيدروكربونات. طب ال C2H5OH أو C2H5F هذا ليست من الهيدروكربونات. ليش؟ لأنه في عنده إيش فلور. طب C4H8 هيدروكربونات لأنه فقط كربون وهيدروجين. طب CO2 ليس من الهيدروكربونات لأنه ما عنده إيش هيدروجين وكربون، عنده كربون لكن في عنده إيش أكسجين، يبقى ليس من
الهيدروكربونات. كيف تحصل على الهيدروكربونات يا جماعة؟ من النفط، الغاز الطبيعي، الصخر، الزيت، هذه كلها مصادر أساسية للهيدروكربونات. يعد النفط أهمها، تفصل مكوناته بعملية بسموها تكرير إيش النفط، تكرير النفط. سلسلة من العمليات بتعتمد يا جماعة على مبدأ التقطير إيش التجزئة. طب إيش التقطير التجزئي؟ عملية فصل مكونات مخاليط ممتزجة مع بعضها البعض حسب درجة الغليان، حسب درجة إيش الغليان، عن طريق شغلة بسموها برج التقطير يا جماعة. هاي برج التقطير اللي عندي، هاي برج إيش التقطير الموجود عندي، أو الخطب وحطمه. النفط في خزان بدفع إلى وعاء من الحديد عشان يتسخن يا جماعة. هاي بعدين يسخن النفط الخام إلى حوالي 400 درجة سليزية بعد ما يدخلوه يا جماعة للبرميل. بعدين تجمع مكونات النفط كل من هنا كل منهما على حدة في الخزان، ويتم الفصل حسب درجة إيش الغليان، حسب درجة الغليان. وبهيك بنكون خلصنا درس إيش الهيدروكربونات، وبتحلوا أسئلة الدرس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.